السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم متابعين قناة بوم بيتش العرب، معاكم أخوكم أبو العز. اليوم يا أخوان في كذا شخص كلمني طريقة تدمير الملازمة أو الجير هارت على رقم، يعني ما كنت صراحة حابب أصور، قلت يمكن الطريقة سهلة يعني على رقم. صدقا بالله اليوم فعلا أنا شايف إنه فعلا المرحلة أو السيج اللي نازل صعبة بصراحة. فهذه الطريقة طبعا نزلتها بناء على طلب المتابعين، وثاني شيء في ناس مستويات وأقوياء ومحترفين بالزوكة يدمروه بكل سهولة، عشان لا تقولوا أبو العز ليش نزله ولا ما نزله. فأنا نزلتها لكي تعم الفائدة للجميع ويستفيدوا الشباب من طريقة تدميره. طبعا أنا دمرته زي ما انتم شايفين 4 هجمات عندي بحسابي الكبير، دمرته مع تدمير الشلدات 3 هجمات. فخلونا نشوف كيف دمرته. طبعا كلها بدون بوس يا شباب، الهجمات بدون بوس، عشان لا يجي واحد يقول والله انا اقدر ادمره بهجمة ما هجمتين ومن هذا القبيل. في عندي واحد من الحسابات عفوا اللي هو سراي السلام، دمرته بهجمتين في البوس، دمرت اول شيء الدروع ونزلت بالمحارب مع البولت مباشرة على الهيد ودمرته. طبعا هنا اول هجمة قلت خليني اقصف الليزر، اقصف الليزر لانه راح يكون دخولي وتنظيفي كله من جهة اليسار. طبعا هنا اعطيت مخلوقات يا اخوان لاني قلت حدمر الراجمتين بالايفرس بارك، وزي ما انتم عارفين الايفرس بارك يتجه على اقرب دفاعين مصابين. يعني طبعا انا نزلت زوك، قلت خلينا استفيد طاقة. يعني الهجمة الثانية نزلت بالإيفرس بارك، طبعا لما نزلت زوك على جهة اليمين بالهجمة الأولى كملت على الليزر وشلته. هنا طبعا عملية إيفرس بارك تدمير الراجمتين، وشلت برضو الرشاش لأنه قلت هذا الرشاش حيكون قريب جدا على المدافع، وقصفت الهاونات. لاحظوا يا أخوان قصفت الهاونات عشان لا تأثر علي ولا تأثر على الجيش. ونزلت هنا الهجمة الثالثة، طبعا كملت الهاونات ونزلت الزوكة. طبعا اعطيت سد ناري على المدافع على الهلاك عشان الزوكا تتخلص منها بسرعة، لانه الان مدافع الهلاك كل ضربة ممكن تطير لك 10 من الزوكا، اما المطلق الازرق او البلاستر الازرق ممكن يشيل لك 1 2 على الرغم انه مضر جدا يعني. لكن اعطيت هنا الشوك، و طبعا جالس احاول اسرع الفيديو علشان لا يطول الفيديو. هنا يا اخوان صارت عملية تنظيف دفاعات كاملة. انا اشوفها بصراحة افضل طريقة واحسن طريقة انك تدمره كامل، ما تاخذ فقط نقاط، لا تدمره كامل. طبعا هنا ما ظل عندي اي طاقة يا اخوان نهائي. هنا التشطيب طبعا كان، لاحظوا هنا طبعا عندنا مدى الليزر فين يجي، مدى الليزر الهاونات. طبعا انا حبيت اتمركز جنب الوعاء، جنب الوعاء
طبعا هنا لاحظوا يا اخوان بالنسبة للكلابات تسحب لك الزوكة، فاذا سحبت الزوكة الليزرات مباشرة تضرب. فانا حبيت اطلع على هذه الجهة، لاحظوا هنا يا اخوان الليزرات ما تصل ابدا، الهاونات ما في، محتاج فقط اعمل شوك للوعاء وللرشاش. لكن انا اعطيت برضه للكلابات برضه شوك، كنت اخشى انه يسحبوا زوكة وتجي على مدى الليزر، لاحظوا وتدمر بأسهل طريقة وبطريقة مضمونة يعني. وأتمنى الشرح ينال على إعجابكم، تحياتي لكم أخوكم أبو العز.